نعمر موهبه في سبيل الله. السلام عليكم. السلام عليكم، فيديو جديد طنارات خشاب. مرحبا اصدقاء طنارة كاملين، خوتي خواتاتي المغاربة. فيديو مغربي غزال فيه، خليونا من الانجازات، راه نتكم كل شويه نضحكوا شويه. لعلمكم شكون اللي ما عرفش هذيك الاغنيه تاع هلا هلا نتاع كاس العالم قطر، بيان سيغ نتاع الرضوان، ديك الغفخه نتاع هلا 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 اسيدي. قال لك راه باصوات سواسه ديال اكادير، باصوات اكاديريين مغربيين. هذه خويره ما عمرها ما كانت في راسنا، اللي ما فراسوش ولا اللي فراسو مرحبا، اللي ما فراسوش هنا سي رضوان هو اللي تيقولها كاع، ماشي جايبها من راسي. هذوك اللي غناو هلا 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 هذوك مغاربه سواسه ما اكادير. ماشي زعما ماشي قطريين، كلشي صحاب لهم قطريين كيغنيو، هو مغاربه كيغنيو. البصمه كانت مغربيه، وبطبيعه الحال بما اننا هو اللي عمل هذه الاغنيه للمغرب، هو العنصر المشترك هو رضوان اللي هو مغربي ودائما مفتخر، موسيقى مغربيه دائما في الدم. صح صح اخويا رضوان، ما عندي ما نقول، الحمد لله حفظه الله من المشاكل ديال الامريكان ودي دي وشحال من حاجه. ما شاء الله. تي جي فان خويا، تي جي فان تا هو يعني، وحنا شنو هو تيقول لنا المهم، هو تيشرح لك التشوز والجوز الجاز والبلوز وكاع دوك الستيلات الموسيقى ديال الامريكان، ديال الامريكان. اشنو هو في المغرب ديال ها هما ديال المغرب كي دايرين بلوز والجاز والسول ديالنا، هما الملحون القناوه العيطه كاع لا ميوزيك تراديسيونيل ديالنا. احواش كاع هادشي غزال، هادشي هو ملي تيقتبس زعما دي جي فان. ما شاء الله مغربي وخدمه كلها مغربيه، ما تعيط لحد ما تيقول حتى يدير الخدمه كامله مغربيه، وفي المغرب في استوديو مغربي حتى هو وكلشي، وماتيريال ديال زعما في المغرب ما شاء الله. المهم تيقتبس زعما لي مورسو ديالو من هادشي هذا، من هاد السول والجاز والبلوز ديال المغرب اللي هو احواش واش الشعبي. دونك هذه ملي جاتني الفكره باش نصون الجاز والسول ديالنا، هما الملحون قناوه العيطه كاع لا ميوزيك تراديسيونيل ديالنا احواش. دونك هذه ملي جاتني الفكره باش نصومبلي الموسيقى ديالي اللي كنعرفها وكيعرفوها كاع المغاربه وكيعرفها الببليك ديالي واللي كتقيسنا كاملين، وعطيها لهم بان ارونجمون موديرن مع دي ريتم هيب هوب جروفي بيج ساوند بيج كيك بيس داكشي هيب هوب. جميل جميل جدا، واحد الحرفي مغربي ما شاء الله. قال لك لاغ دو لا داماسكينغي امكناس Parce que là, c'est une spécialité qui se fait seulement à Meknès, il n'y a pas ailleurs. Et c'est ça ce qu'on appelle la damasquinerie. C'est du fer forgé, incrusté en fil d'argent. Toute la déco que vous voyez là sur, c'est avec le fil d'argent. Mais comment on arrive à faire une pièce noire comme ça toute lisse là? Pour vous toucher s'il vous plaît, c'est lisse. On peut vous dire que c'est de la peinture. Et en réalité, non. Premièrement, on prend un morceau de fer et on fait la forme de l'objet qu'on veut obtenir. Après la forme, avec une lame comme celle-ci, on fait des rayures dans tous les sens. Après avoir rayé la pièce, ça devient blanc. Or blanc sur blanc, on ne peut rien voir. C'est normal. C'est pour ça que je le mets au feu pour obtenir la couleur.
la couleur bleue, ça redonne le contraste de son. Et tous les dessins sont faits avec un seul fil d'argent. ما شاء الله على الحيرة في التقليدية المغربية. الدارجة المغربية تاعي كلشي ولا بغيت تعلمها. كلشي ولا بغيت تعلمها. أنا سيدي أنا واحد السيد. تعلم لونجلي الألمان الإيطاليان الإسبانيول، علاش ما تعلمش العربية الدارجة ولا؟ Moi je trouve pas que Darija soit une langue si compliquée. Ça a marre de Ness, tu chauffes un type d'autre à droite et tout. On attend le 20 minutes, une demi-heure. J'adore faire ça. T'as un goût là, il est là, ça fait ça. Si je chauffe, ben Adam, tu oules les sphères, marre, hdr. Si, fais-moi chier, tu es gentil. Si ça va, je m'attends à dire que tu comptes. T'as à dire le rap, c'est à dire que tu comptes. T'as à dire que tu صح واحد مغاربة أنا زيدي واحد الشيخ جاي شرح لنا الأكل المغربي وأدب الأكل المغربي وكيفاش تتسرب الأكل المغربي بطريقته وياسر هو كجربه وفهم هذيك الأخطاء مزيان والحمد لله وتيشكر في كرم أهل المغرب عندهم عادة ما أدري هي موجودة في كل المغرب ولا لا مرة ضربونا فيها صواب يقدم المقبلات مرتين فلما يعزمك يجيب لك المقبلات وانت تظن انها الوجبة الاساسية وما يقرب لك على الوجبة الاساسية اساسا انا دائما انبه الناس ديروا بالكم لما تروحوا عند واحد مغربي انتبهوا لهذه الخطة يجيب لك المقبلات تاكل تشبع بعد شوي جاب لك شيء فانت تظن انه ان هذا الشيء الثاني هو الوجبة الاساسية ولكن لا هي نوع ثاني من المقبلات المرحلة الثالثة يجيب لك الوجبة الأساسية فديروا بالكم هاي كونك مغربي كشفنا سر من أسراركم لو أنت مغربي أصيل هتنزل دلوقتي تعمل لايك وتشير الفيديو لكل العالم وهو فرحان وظهر عليه الصدق ظهر أنه بيتكلم بكل صدق اللي اوكي الاخ المصري انا سيدي ما شاء الله شي يقدر نقول لكم الطبله المغربيه والشاي المغربي والاكل المغربي اوريكا حدا الماء فطور غدا كاسكروت عشاء فين ما جيتي الحمد لله المغرب حاضر ما شاء الله على الطبخ المغربي ما شاء الله على المغرب في كل شيء شافوا معايا الصويلين هذا بلدي شافوا معايا بلدي امازيغي ما شاء الله شنشن في زقاتني ما يلي غريب ما شاء الله الدويرة بعدا كيدايره فوسط الجبل جميل جدا المغرب هذه هي المغرب تقدر تدور تمشى شادي هذه مراكش جامع الفلا تقدر تكون انت تمشى عادي تلاقى مع بحال هاد اللقطات مراكش نشاط ليلورا اوكي ارض على ارض الحضاره والثقافه انها المغرب يا ساده
جميل جميل كيف العادة جميل. أنا نسيت. المغرب قديما نساء ورجال. قال يا ناس بدي قلوب للا غطراني بك كان غال ربي على غريمك انسى مفد بيت قربك مال الفرجات احميه قبلة يا الغال يا قبل يفوت الفوت ياك تعرفيها للا عبيد عندك مرود حاضي الشرط الأدب بيس يتام هواه بيرضك وهو قوته مع حياته وانتي بدينك مواتي حسن صورتك لكن زيد لي الريم تمرين كل اللغيت مولاتي شو تبوصالك على العشيق يا أم الغيم كما شفتوا ما شاء الله اللباس وكل شيء تيبين لك تيبين لك الوقار والحشمه ما شاء الله ما شاء الله على اللباس المغربي من القدم ما شاء الله على المغاربه كاملين طنجه الكويره واللي خارج المغرب وما شاء الله على مالكنا الله يحفظه لينا والله يعطيه صحته الله يحفظنا الاسره العلويه كامله اوكي هذا اللباس النسائي راه نشوفوا اللباس المغربي ديال الرجال تفاصيل مغربية قال لك التراث والتاريخ هادو تفاصيل مغربية اون جينيرال ما شاء الله شوف هوب هوب واش معايا الحطات ما شاء الله جميل جدا نسمع واحد السيده اش قال علينا عاوتاني واش كيما البلوس لا شي اسمه معايا انا قال لك سيدي وسط النخل والعين على التلوج قال لك اجمل سماء مضيئه بالنجوم لقطات جميلة ولقطات وكلام جميل عن المغرب. Ce qui m'a le plus surpris, c'est quand je suis passé de la vue qu'il y a de Marrakech, quand on voit les palmiers, l'Atlas avec la neige. C'est quand même surréaliste de voir cette ambiance très très chaude avec les palmiers, 40 degrés, puis voir l'Atlas et la neige, c'est ça. Et j'ai eu la chance de traverser l'Atlas, d'aller dormir dans le désert. De faire du chameau, de faire du surf dans les dunes. Parce que je fais du surf sur la neige normalement, mais là je fais du surf dans les dunes. C'était génial. J'ai aimé en fait le désert. J'ai adoré le désert.
on était dans des couvertures et tout, et c'est y avait, quelqu'un a fait un feu, on s'est tous mis autour du feu, et quand c'est la nuit étoilée là-bas, c'était la plus belle, plus beau ciel étoilé que j'ai vu de ma vie. Ça, je garderai toujours cette image-là. Ok, nous allons voir le cheikh. هو اللي يقول لينا كشعب مسلم. خليناكم على خير تشوفوا الفيديوهات الجايين. العربي تعلقهم بالتدين بالقران انت الان تقول انه مذهب سني مالكي واحد وعندهم سب الصحابه مرفوض تماما. علاقتهم بالقران تعلقهم بالايمان والتوحيد صف لي مشهد. انت شوف علامه من اكثر الناس اللي يسجدون في المساجد المغاربه، والحج والعمره تجد من اكثر الوفود تجد المغاربه. المغاربة عندهم القرآن اهتمام خاص، ترى من عهد الموحدين المرابطين. أنا زرت دول كثيرة، بس المغرب البلد الوحيد الذي الإمام عندهم يقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب حزب، يعني نص جزء في الصبح وجزء من الأوقاف. نعم من الأوقاف. ولذلك سايق التاكسي في المغرب ترى قد يرد، إذا قلت يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال يمشي معك ترى، لأنه من الصغر هم يحفظون، وفيهم حفاظ كبار وحتى جاء حصلوا على الجوائز العالمية. طيب المغرب في أشياء متميزة، تعرف حتى الشاي المغربي له طعم. المغربي إذا جاك يصنع لك الشاي قصة ورواية، يأخذ أمامك ويحدثك وحتى شيء. الحمام المغربي، المطعم المغربي مرة من المرات قفز إلى المطعم الأول في العالم. يا مغرب الأوفياء افخر فما بلده إلا تمناك أما واشتهاك أبا، وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لو كان طلق المحيا ينطل الذهب، والليث لو لم يسد والشمس لو نطقت والدهر لو لم يخن والبحر لو عذب.